المغرب عاش أيام مريرة في القرن اللي داز، ولكن واخا هكاك قرر باش يتعافى ويستافد من تجارب الماضي القاسية ويسخرها من أجل مستقبل مشرق ومغرب متطور. ولكن الدياب ما خلاوش هاد البلاد ترتاح، وباش تفهم كيفاش كانت هاد البلاد تقدر تكون أحسن لو ما تسلطوش عليها شي وحدين، سواء من خارج الوطن أو من الداخل ديالو. في سلسلتنا اللي غادي نناقشوا تاريخ المغرب، غادي نبداو لكم من عهد الحماية، الحماية اللي تفرضات على المغرب مرورا بالانقلابات اللي كانت ناوية تغير مجرى النظام بالمغرب وصولا للمغرب ديال اليوم. الخبايا اللي ما كيعرفوهاش المغاربة غادي نناقشوها معاكم بالتفصيل، وما كاين محسن من تعرف تاريخ بلادك الأليم اللي عاشو باش تعرف راسك فين غادي واش كدير. عهد الحماية كانت أول حاجة غتدخل المغرب في متاهات غيبقى حاصل فيها لسنين طويلة. كيفاش حتى دخل المغرب في معاهدة الحماية؟ وشكون هما اللي كانوا السباب في هاد الشيء؟ كيفاش كان الحكم في المغرب في عهد الحماية؟ وكيفاش تعاملوا المغاربة مع هاد الواقع اللي لقاو راسهم فيه؟ هادشي كامل غندويو عليه اخوتي بالتفصيل. وجدوا دفاتركم والسيلوات ديالكم، حيت اخوتي التاريخ اللي غندويو عليه ما كيتقراش في المدرسة. المغرب ما بين 1900 و 1912 كان كيعيش ظروف داخلية بائسة. المخزن ما كانش قادر يسير الأمور بشكل صحيح، وتحت الحكم ديال المولى عبد العزيز غيوقع أول تمرد في المملكة المغربية، وهو التمرد ديال الجلالي بن دريس الزرهوني الملقب ببوحمارة، وغيتم عزل المولى عبد العزيز والبيعة ديال المولى عبد الحفيظ في عام 1909. وحيت كان المغرب ضايق في هذاك الوقت والأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية والقروض اللي مديون بها، كان فريسة سهلة للدول الاستعمارية اللي كانت كتقلب على بلدان جديدة اللي تسرق منها الخيرات ديالها وديها للبلدان ديالها. حيت في النهاية ديال القرن 19 كانت الثورة الصناعية في الدول الأوروبية كتكبر نهار على نهار، وكان ضروري من مواد أولية بحال المعادن وأي حاجة غتنفع وغتخلي هاد البلدان الاقتصاد ديالها يكون بشكل جيد واللي غينفع الاقتصاد ديالها. فرنسا ريوغا طاحوا على المغرب، دخلات وهمات المولى عبد الحفيظ بانها غادي تضمن ليه الامن برا وبحرا وغادي تسير ليه الامور ديال البلاد وتكلف ليه بالضرائب والديون. فرنسا غادي تخضع المغرب باش يسني معاهدة الحماية في فاس بتاريخ 30 من عام 1912 بالحضور ديال المولى عبد الحفيظ والسفير الفرنسي رينو. هاد اليوم هو اليوم المشؤوم على المغاربة، حيت جاب معاه قرارات جديدة، ومنها ان فرنسا هي اللي غتحكم في البلاد وهي اللي غادي تتكلف في جميع المجالات، واخا المخزن المغربي غيكون حاضر ولكن مغلوب على الامر ديالو. فرنسا بدات كدير اتفاقيات مع دول استعمارية اخرى كانت في المغرب باش تخلي ليها المغرب. مثلا عطات الألمانيا الكونغو، وعطات بريطانيا مصر، وعطات الإيطاليا ليبيا، وعطات الإسبانيا مناطق في الشمال والشمال الشرقي ديال المغرب، وعطاتها حتى الصحراء المغربية، في حين بقات طنجة منطقة دولية. فرنسا لعبت مزيان في النظام ديال المغرب وقادت داكشي على المزاج ديالها باش تنهب كيف ما بغات الخيرات ديال البلاد. ولكن واش في نظركم المغاربة الحرار غادي يسكتوا لهادشي؟ واش هاد العتاد العسكري ديال فرنسا غادي يخلعهم؟ غنقول لكم اخوتي هادشي ما عمرو كان يوقع، حيت مباشره من بعد ما تسينيات المعاهده ديال الحمايه وبتاريخ 20 ابريل من عام 1912 سكان فاس انتفضوا ضد الفرنسيين وهما والقبائل المجاوره لفاس، وبغاو يحرروا المدينه من العدوان الفرنسي بالقياده ديال محمد الحجامي. شهرين ديال المقاومه خوتي الشرسه، وغادي ينتصر العسكر الفرنسي اللي كان اكثر عده وعتاد. ومن مور هاد الواقعه غتجي معركه سيدي بوعثمان اللي بانت في الصحراء المغربيه بقياده احمد الهيبه بن الشيخ ماء العينين واخوه مربيه ربه، وغادي تكون معركه طاحنه يوم 6 شتنبر من عام 1912، وغتخسر فيها المقاومه مره اخرى. المعارك استمرت مع المستعمر الفرنسي، ومنها معركه الهري اللي كانت بالقياده ديال محمد احمو الزياني في الاطلس المتوسط، وكان فيها النصر حليف المقاومة المغربية، وداكشي كان في 13 نوفمبر من عام 1913، حيت قدروا ينتصروا ويأسروا كبار القادة الفرنسيين. ومن موراها جات معركة ديال مسكيرجل بقيادة الشريف المحمدي العلاوي، والمعركة ديال أنوال بزعامة عبد الكريم الخطابي في الريف في 31 يوليو من عام 1921، وقدر باش ينتصر على الإسبان ويهزمهم شر هزيمة. ولكن بالتحالف ديال اسبانيا وفرنسا قدروا باش ينتصروا على المقاومه من بعد. اشنو وقع من بعد اخوتي؟ وشنو هما الحوايج اللي كانوا كيوقعوا في المجتمع المغربي ملي كان كلشي ملهم على المستعمر والبلاد كانت في حاله استنفار قصوى باش المستعمر يغادر التراب الوطني؟ هادشي اللي غادي نعرفوه اخوتي في الحلقات الجايه من هاد السلسله اللي درناها باش نعرفوا التاريخ ديال بلادنا. اذا من تما ما تنساوش تشوفوا ركين حلقات قبل وتسناو الحلقات اللي جايين. السلام عليكم.